مقولة البطل الغير متوج، مقولة رافقت اتحاد الجزائر مع المنافسات القارية. مشوار الاتحاد مع هذه المنافسات بدأ بالتحديد سنة 82 من بوابة كأس إفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس، أين بلغت دور ربع النهائي قبل أن يقصى أمام هاسوفوك الغاني، ويجدد خروجه من الدور ذاته سنة 89 أمام إفسي بانكي الملغاشي. بعدها بثمان سنوات وبالتحديد عام 97 عاد الاتحاد بجيل مميز من اللاعبين يتقدمهم بالجزيري ليطرق أبواب القارة السمراء ويشارك في رابطة الأبطال الإفريقية بمسماها الجديد، ويبلغ الدور ربع نهائي بتصدره للمجموعة الأولى ويضيع بلوغ المربع الذهبي بفارق الأهداف. أصحاب اللونين الأحمر والأسود تمكنوا من كسر عتبة الدور ربع النهائي وبلوغ المربع الذهبي لكأس الكؤوس ثم المربع الذهبي لرابطة الأبطال الإفريقية عامي 2002 و2003 تواليًا، قبل أن يودع المنافسة على يد الفريق المتوج باللقب. عام 2015 يعد الأفضل بالنسبة للنادي العاصمي بعد تمكنه من الوصول للمباراة النهائية من رابطة الأبطال التي خسرها أمام تيبي مازامبي بفضل عامل الخبرة، ثم بلوغ المربع الذهبي لذات المنافسة بعد عامين، ثم ربع النهائي كأس الكاف لسنة 2018 والخروج من دور المجموعات عام 2020، ليجدد أبناء سوستارا وصولهم للمباراة النهائية هذه المرة من بوابة كأس الكاف بقيادة المدرب المحنك عبد الحق بن شيخة، ويكون أقرب من أي وقت مضى من معانقة التاج الإفريقي بعد فوزهم في مباراة الذهاب أمام نادي يونغ أفريكانز التنزاني بدار السلام قبل أسبوع من موقعة الإياب التي ستكون بملعب 5 جويلية. فهل يبتسم الحظ هذه المرة لأبناء الاتحاد ويتوج بأول ألقابهم الإفريقية؟ وانا قاري هدراري قوس في السماء.